بسم الله الرحمن الرحيم. بن عبد الحكم مصطفى، وكيل لائحة الحركة الشعبية. في الأول كنقدم تهنئة بهذا الشهر المبارك ديال رمضان للجميع، ونطلب من الله يقبله منا من الجميع. فيما يخص المجلس، المجلس كيعيش أمور أو كيفوت واحد الدرجة اللي خطيرة. لماذا خطيرة؟ لأن معارضة كتلعب واحد الدور ديالها، كمعارضة عندها دور ديالها اللي كانت بها من الأول، معارضة منسجمة وكتاخذ واحد العمل ديالها اللي كدور المعارضة اللي باش الأغلبية تقوم بواحد العمل ديالها اللي واجب عليها. دابا نمشيو للأغلبية، أغلبية غير منسجمة. لماذا غير منسجمة؟ كنمشيو لأن كاين بعض النقاط اللي خصنا نتكلموا عليهم. كاين أغلبية غير منسجمة، علاش ما انسجمتش؟ لأن الرئيس كياخذ قرارات منفردة، هذه أولا. ثانيا، الأغلبية باش تكونت عن إكراهات، هذه الجميع كيلاحظها وعارف السيناريو اللي دازت عليها. ثالثا، أن الرئيس لا يحترم القانون، لا يطبق القانون، لأن لجان الأغلبية عند الرئيس لا ما كيحضروش، ما كيجيبوش الأغلبية ديالهم. ثانيا، في الدورات كان خلق القانون. إلا هذا الرئيس بقى خلق القانون، شكون غادي يمشي معاه؟ حتى الأغلبية ديالو ما تمشيش معاه. مثلا كاين في الدورات، مثلا مشيو للميزانية، ما تدرسش في اللجان، ما تدرسش في داخل الجلسة التداولية، يعني صلبوها صوتوا عليها بطريقه عشوائيه. حنا كمعارضه كنجيو للدوره باش نستافدوا الجميع، كلشي يستافد، كاغلبيه وكمعارضه نستافدوا، والدور ديالنا هو التداول في النقاط. الا ما عندناش هذه الفرصه ديال التداول ما كاينش. الحق اذا كانت الرئاسه والاغلبيه غير منسجمه، هذا شانها. ثم انتما كمعارضة مع الإخوان تاع العدالة والتنمية، دابا اللي كيتكلم عليكم أنكم كتعرضوا من أجل المعارضة والهدف هو الإطاحة بالرئيس. لا، اسمح لي سي محمد، حنا ما كنعارضوش من أجل المعارضة، وحنا لا شأن لنا في الرئيس. الرئيس انطلق بأغلبية منسجمة كان خصو يحتفظ عليها. دابا ما عندوش اغلبيه، حنا لا دنبالنا، حنا ما عطيوهاش هاد الفرصه باش يدير بينا اغلبيه. حنا هادشي ماشي سوقنا. رئيس مشات مع اغلبيه يحتفظ عليها. دابا النواب ديالو مشاو، علاش مشاو؟ اللي حنا عجبناهم، سوء التسيير هو اللي خلاهم يمشيو. هذا هو اللي كاين. حنا اغلبيه، حنا كندرسوا النقاط، ولكن حنا كنزيرو باش نحاسو على التسيير ما يكونش انفرادي اولا، يكون جماعي، وحنا نمشيو باش نحاربو الفساد المفسدين. حنا الا كان هادشي حنا نمشيو فيه، لان الا خلينا الفراغ دابا الباديه غادي يديرو كي بغات، ها السيبه وزيد لها التسييب، ما كاين والو. اذن حنا خصنا المعارضه كتلعب دورها الفعال، علاش؟ باش المجلس يتمشى في السكه الصحيحه، ما خصناش تبقى انزلاقات من نوع هذا. على اي حال، هالوضع دابا اللي فيه، هاد الصراع دابا اللي داخل المجلس، وهاد الى بغينا نقولوا تراجع الاغلبيه في الوقت اللي المعارضه تقوات، هذا يبدو انه لا يخدم مصالح المدينه، وغنبقاو في شد الحبل وفي النفق المسدود. إذن في رأيكم كوكيل لائحة، كتقودوا فريق، أشنو هو الحل باش نخرجوا من هذا النفق المسدود اللي يضر بالمدينة والساكنة تاعها؟ شنو تقترحوا كحل؟ احنا في الأول قلنا لكم أن المعارضة ضو ديالها فعال، أنها باش تسير الأغلبية لما هو صحيح، باش ما تكونش هناك انزلاقات. لان الا ما كانتش معارضه، راه المجلس كنقول لك كيمشي للهويه، سيتو في هاد الاونه اللي حنا فيها.
دابا حنا معارضه، حنا في لابوزيسيون ديالنا. دابا يبقى الدور ديال الرئيس، الرئيس خصو يجمع الشمل، يجمع الفرق بربعة، كحركة، كعدالة، كأصالة، كاستقلال، يجمعهم كاملين ويشوفوا مخرج لهذا الشيء. ما إلا بقى ياخذ القرارات الانفرادية ما عمرو يصلح. وحنا نمشيو بعيد كاع، حنا هاد المعارضة تبقى جانب، حنا غير أقلية، معارضة هذه غير أقلية. يريح مع الناس ديالو اللي عطاوه الشرعية كما يقولوا. حنا في البداية مدينا يدنا الرئيس، ولكن لا 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 حياة لمن تنادي. الرئيس ما استهزاء ولا غفل هذا الشيء، جلسنا معاه هنا في هذا المكان، جلسنا معاه وشرطنا عليه أمور هو يقدر يصلح بها، أمور اللي تخدم المدينة جماعة ماشي فرادة. حنا كنعاتبوه بعدا على الأمور ديال التزفيت اللي دارها. حنا كنا نقولوا له، قلناها له، ديرنا غير لائحة ودير الأسماء ديال الأزقة اللي غادي تزفتوا، ما ندخلوش في هذا الشأن. قلنا نمشيو نديروا لجنة اللي تحرص على هذا الشيء. قال لك لا يمكن، وهذا كي غادي تخدم معاه، أن الأغلبية اللي كانت راه تفر منه، واش حنا غادي نعطيوها؟ حنا ضد داك الشيء اللي وقع كاع، ولكن مدينا يدنا دو فوا تو فوا، ولكن ما كاين والو. رئيس راه وكنقول لك واحد الحاجه، فات واحد الدوره، لان الرئيس ملي كيحس براسو شويه عنده هذا، كيبقى يصوت على النقاط بدون مناقشه، بدون مناقشه، وهذا لا يعقل. حنا كنجيو للدوره باش نستافدوا، باش يستافد الجميع كمعارضة وكأغلبية، ونناقشوا في النقاط وندرسوا. والغريب في هذا الشيء أن الرئيس ما كيتحكمش في الدورات، لأن تقال ماشي في دورة، ماشي في جوج، ماشي في ثلاثة، تقالت أمور ساقطة كنحملوها للرئيس. هذا الشيء كنحملوه للرئيس، وإلا زادت هكا الدورات راه يمكن غادي نوصلوا لشي موصل اللي ماشي هو مزيان. حنا بغينا الاخوان ديال الاغلبيه يتفهموا بلي ان المعارضه هذه اصليه، ما صوتناش على اكس ولا على ايكغيك باش نجيو دابا نساندوه. واحد الدوره كانت قادتها غير معارضه، حضرت لها غير معارضه طبعا، وفيها 20 نقطه تقريبا في جوج السوايع، فوتو 20 نقطة كلها بالرفض. لا ماشي كلها بالرفض، كلها بالرفض. لا ماشي كلها، كاين جوج نقاط ولا ثلاثة اللي تأجلوا، والباقي ترفض. والباقي الترفض يعني كاع النقاط ما صالحاش. لا لا نشارك في التسيير، ما كيعيطناش، لا نشارك. أنا بالحرف قلت له السي عمر خصك تجلس مع الناس، قال لي واش نجلس معاهم 65؟ قلت له داك سوقك. إذن وخفت شي نقطة مفيدة للمدينة غادي نرفضوها. ماشي مفيدة للمدينة، لأن الأمور اللي جابها ما فيهمش الإفادة للمدينة. أعطيني 19 نقطة كلها ما كانش. كاين دوك اللي كترفضوا دوك ديال الهيبات، إن هيبات كاين مجزئ أو غيرهم أو هذا عنده منفذ أو شي حاجة اللي كتخص ديك البلاصة، ماشي هيبة. هذه ما تكناش هيبة، باش انا نجي. ما فيما يخص التحويلات، لا يعقلنا باش نزيد الهاتف 40 مليون، وفي الحين هو كيقول اودي لنا الفاتوره ديال الهاتف انخفضت ب 23%، لا يعقلنا باش نزيدو. خصنا ترشيد النفقات عاوتاني، ماشي يبقى الهاتف كل من هذا نعطيه انا الهاتف. علاش؟ إذا الحل في الأدار كما يمكنش يتجد في الجماعة، الحل دابا بيد الرئيس. الحل بيد الرئيس، هو اللي خصو يجلس، هو اللي يشوف الحل لهذا الشيء. حنا كمعارضة بناءة، حنا كنعارضوا أني قلت لك باش القطار يسير في السكة ديالو، باش مابقاش انزلاقات، لأن الأمور. وراه هو كيصرح، الرئيس كيصرح باللي أمور عندي ملفات، ما عندي ملفات، حنا يصرح بهذ الملفات. يسرع غير نقول لك، غير مؤخرا في هذا الجلسه الدوره الاستثنائيه، الدوره انعقدت بدون قانون.
جلسه نعقد بدون جلسه ديال اللجنه ديال التعمير نعقدت بدون قانون، كان فوت تكون يوم الاربعاء ودات يوم الخميس. قال لك اودي القانون الداخلي كيقول تؤجل الغدوه، ولكن الوقت فوقاش. اذن هذا يعني هذا ما باغيش عباد الله قاعد تسير معاه، ما باغي حتى حتى يسير معاه. حنا راه كنمشيو للدورات باش نستافدو الجميع، ومن هذا المنبر كنقول الاخوان باش المستشار مابقاش يتلفظ بالكلام الساقط، لان حنا كنمثلوا الامه، كنمثلوا المدينه. الا بقينا حنا نعتوا بعضياتنا بهذا الشيء راه في غادي نوصلوا، غدوا غادي نوصلوا على واحد الموصل اللي لا يحمد عقباه. ولكن هذا الشيء كنحملوه بالخصوص السيد الرئيس، انه هو اللي خصو يضبط الجلسه، هو اللي خصو يقول سكت فلان وسكت فلان وسكت فلان. اذا الجلسه تيكون كلام ساقط، كلام ساقط، هو كلام ساقط. هادشي ماشي معروف، ما عمرنا شفناه. حنا فوتنا جوج ديال المجالس، ما عمرنا شفنا هادشي. يعني ونشوفوا الدور ديال يوليوز، الناس ديال الاغلبيه كينوضوا باش يوقفوا الجلسه. هادشي ماشي معقول. حنا كنجيو نروحوا حبين واخوين نناقشوا. وكان عاتبوا الرئيس عاوتاني فاش؟ لان ملي كيجلس في المنصه وكنبقاو في المداوله ديال النقط، راه ما كيسجلش اي نقطه. لان حنا ماشي غير الرئيس حط تحويل هكا خصنا نصادقوا عليه هكا. انا عندي رؤيه اخرى في التحويل. يمكن انا نحيد مثلا الهاتف، نصوت على حاجه اخرى. ولكن هو يجيبها لا في الدوره واللي جا ما كتشتغلش. الدور اللي جاو شاهية تهيئ النقاط للتداول فيها في المجلس. اللي جا ما كايناش، اللي جا دائما ما كتحضرش نهائيا، وبالرغم انه هو عنده الاغلبية فيها كان يحرص غير على ديالو يجيو. غير المعارضة كتحضر في اللجان، الاغلبية ما كتجيش. وهكذا حتى في الدورات عنده اغلبية يجيبها خويا، شي يجيبها. انا ما يقول لي لا هادي ولا هادي، لان حنا عارفين واش راه يصرا برا، كاين مساومات وكاين. حنا ملاش غنى هنا في هاد الشيء. حنا اللي شديناه بهاد الشيء بالملموس غادي ما غادي يلوم غير راسو. حنا ماشي شغلنا، حنا هو رئيس مجلس خصو يسهر على الدورات، يسهر على الدورات وما يخليش هاد الفراغ ديال المستشار باش يدخلو في بغير قانون وفيما يخص رفع الجلسه. شحال قطع كيرفع الجلسه؟ كنقول له ودي غادي يهديه الله، غادي يهديه. ولكن حتى جا اليوم كيطبق القانون الحمد لله، وهاد الدول الاستثنائيه الا دليل على تطبيق القانون. السيد الوالي راس المجلس باش يستشر او يعطيو المقترحات ديالهم في هذا المشروع ديال سيدنا. سي رغم الانتقادات اللي كتوجهها للرئيس، واش ما تعتقدوش ان مات سنه الانتخاب وكرز مات سنه ما كانش انجازات اللي تحققت على يد الرئيس على يد المكتب؟ في الواقع انا لا اظن ان هناك انجاز في المدينه الا المشاريع التي وصل لها او التي تشرعها سيدنا. من غير هذا الشيء ما كان والو. كاين تزفيت عشوائي، كاين هادشي ديال المديع، يعني هادشي تاع الرياضيات الثقافية كاع نتكلموا غير على الاجتماعية. نتكلموا على المديع، لا يعقل باش انا غادي نجي ندير المديع لواحد الناس اللي غادي ينشطوا في الشهر ديال رمضان في الشهر الروحاني هذا بتلاوة القرآن او هذا، وما نخص لهم شي حاجة اللي نحفزهم. في السنة اللي فاتت عطاوهم دي بتي بون اللي فيهم هاكو باش يعني كنشوف انا المدينة ماشية. ولكن هذا خديت المقابر مثلا، المقابر اصلاح المقر تاع البلدية. يعني اصلاح المقر نقولوا هذا ماشي انجاز، ولكن اصلاح مزيان. حنا خصنا نشوفوا الحاجة اللي كتعود على المواطن بالنفع. دابا
احنا المواطن راه كيشوف ما كاين والو فيما يخص المقابر. دات لجوج مقابر ودات بالافارقه حتى الحضور ما كانش. وحنا نعرفوا غير مشيو للمهاجر نعطيو الفلوس ولا شي حاجه بلا نخصو يخمن هاد الصوالح. راه هادي امور ديال المدينه خصنا نجريو باش نصلحوا المدينه باش نبينوا وجهنا في المدينه كاغلبيه وكمعارضه ماشي لان كتهم المدينه تهم الجميع حتى المواطن حتى المجتمع المدني كلشي. ولكن حنا اللي حنا كان مستشارين هنا بعدا نجريو نبينوا المدينه. الا بقينا ماشيين هكا راه ما غادي نديروا والو. وهذا الرئيس خصو يسهر عليه وخصو يجلس مع الجميع. انا كنأكد خصو يجلس مع الجميع. الا ما يجلسش ما كاين والو ما غادي يدا والو. بالنسبه للسكينه تاع المدينه يعني ملي كنا غادي تسائل وتحاسب في اخر المطاف ما عادش تحاسب اغلبيه اقليه غادي تحاسب المجلس ككل. تعتقد انا ان المحاسبه غادي يكون المجلس ككل بجميع المكونات نتاعو حق المواطن يحاسب المجلس كله لان مي غادي ينعت المجلس البلدي وعلى راسه شكون عمر حجيره. وهادشي يقول عبد ربي ولا يقول فلان ولا فلان عمر حجيره هو اللي كيسير. إذن عمر حجيره هو اللي ما خصو يسير تسيير جماعي ما خصوش يدير تسيير فردي او حزبي او 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 انا ما خصناش هادشي خصنا تسيير جماعي. الا غادي نسيرو جماعه نجلسو كاين جدول الاعمال كاين لجان نجلسو ولكن تقترح ونقترح ماشي تجيني باقتراح فارد وتقول لي لا صوت على هذا. يعني هذا واش الشطط في استعمال السلطه او الرئاسه. يعني كيجي للمنصب يقول لا سيدي صوتوا على هذه النقطه ولا ما كانش. شحال نقطه اقترحنا باش ترجع للجنه ولكن الاغلبيه ما كتبغيش ندوزوها ترفض. لان حنا قلت كنداولوا الا ما داولناش وخرجنا وخرجنا فواحد التوافق ولا واحد النقطه اللي بغيناها جميع راه ما غاديش نتسلكوا. ان انت تقول تشرق وانا نغرب في هذه النقطه اذا خصنا نجلسوا عليها. من نجلسوا عليها نطبقوا داك الشيء اللي وصلنا له. هو لا كيجي بزز عليك اسيدي صوت وصوت انت اخويا بحال هو تيقول لك انكم تتمارسوا المعارضه من اجل المعارضه. كان بعض النقاط اللي هو شافها بان فيها ايجابيه للمدينه بحال اقتناء يعني البقعه الارضيه اللي غادي تنجز عليها البلديه الجديده وانكم انتم غير فطوا هذه البقعه هذه مثلا. ويعني بعض التعويضات للموظفين انكم رفضتوهم والبيئه بعض المواثيق اللي تتعلق بالبيئه انكم رفضتوها. يعني هو تقول لك انكم تتمارسوا المعارضه من اجل المعارضه. احنا في الحقيقه ان فيما يخص الميثاق الوطني للبيئه جاء الدورة وقلنا يرجع لأن لا يلائم الخطاب الملكي. لأن فاتوا الخطاب الملكي اللي جا به جديد كيخالف داك الشيء اللي دا في الميثاق الوطني للبيئة. فيما يخص الموظفين حنا ماشي ضد الموظف ولكن ضد الطريقة اللي غادي دار أن قهن الموظف بالهواتف. علاش يقهن الموظف بالهواتف؟ اللي حنا كندخلوا له في داك الشيء ديال مدكات لا يديهم عشوائيه. مدكات عشوائيه كينقل واحد عنده اختصاص واختصاص اللي كيمارسو هادي ما يفوق ديال 30 سنه وعنده تكوين في داك الاختصاص وينقلو ويجيب واحد اللي ما عنده اختصاص. ما كتدخلوش في هذا الشيء اختصاص ودبر راسك. ولكن النقاط اللي كنداولو فيها باختصاصنا حتى حنا نذكروا فيها ونتكلموا فيها الا تفهمنا عليها راه حنا ندوزوها ما تفهمناش عليها ما تدوش. فيما يخص المقر حنا لم نستشر بالمقر جاب نقطه وحطها. حتى المكتب كان ما كانش منسجم بيناتهم. شي شرق شي غرب المكتب بروحو شي يقول له غادي نديرو تما مقر البلديه ونديرو فيها محلات تجاريه. شي يقول لا غادي نديرو مقر البلديه وندخلو دوك الباعه اللي كاين برا نديرهم. يعني عدم انسجام الاغلبيه. المكتب ما كيجلسش ويدرس النقاط كما هو. يعني هذا وشنو هذا الرئيس راه كيجيب النقطه اللي بغا ويحطها ويجي يدوزها. داز ما دازت
وحنا علاش اسيدي حنا عندنا بلديه، عندنا بلديه اش غادي نمشيو نقتنيو بلديه وفي المقابل دوزنا اراضي باطل؟ حنا عندنا بلديه نضموا البلديه ديالنا نبنيو فيها كاع لي مالا، وعندنا اراضي اخرى لهذيك البلديه ما تقدش. هيا الملحقة لها ديال سي واد الناشف تبارك الله كبيرة بلدات كبار، مشينا قتلينا ملحقة أخرى كلينا ملحقة اللي في محكمة الاستئناف، يعني هذا يعني سوء تسيير أو سوء التدبير. يعني الرئيس خصو يجلس مع المجموعة ونوصلو الموصل اللي واش الرئيس يجلس مع مجمعة ولا الرئيس يجلس مع المعارضة؟ يعني الرئيس مع يعني بالأساس يعني بالأساس أن الرئيس يعني أنت اللي فهمت أن الرئيس خصو يجلس مع المعارضة. أنا ما كنستنيش لا معارضة ولا أغلبية، الجميع نخدموا هذه المدينة ديالنا ونخدموا الجميع فرصة باش نخدموا. حنا ما يهمنا لا في حجيرة لا في حد آخر، حنا يهمنا المدينة. حجيرة يمشي يجي واحد آخر غدوة، يجي من بعده غدوة حتى حنا نمشيو، ولكن اللي يهمنا هي المدينة تبقى مزيانة يخدموها مزيان، هذا هو الأساس. ما يكونش العبث، ما يكونش العبث، لأن دابا راه كاين العبث، دابا كاين العبث، كاين شي أمور اللي كدار يمكن يجي وقتها وغادي تجبد. حنا غير باش نكونوا صراحة، المعارضة راها في الموقع ديالها، ما يمكن لهاش تجي تساند واحد اللي ما عطيها ولا باش ربما يكون ربما إلى الرئيس يعني جلس مع المعارضه يعني من اجل مصلحه المدينه، ربما توصل لواحد يعني لواحد الحد الادنى، لواحد الحد الادنى ديال التوافق اللي يمكن جلسات تبقى تمشى والمشاريع يتم المصادقه عليها. ممكن هادشي هادشي كله ممكن، وكاين يمكن كاين لقاءات غيتكون ولا كانت لقاءات، ولكن ما وصلناش لواحد الحل التوافقي. لانني كنقول لك الفكره اللي عند الرئيس هو انه يخدم الراس اللي يخدم راسو راه يبقى راسو، ما عمرو يكون عنده شي حد. الاغلبيه اللي عنده دابا كلها غادي تطير بدون استثناء، كلشي يطير حتى اللي معاه في الحزب يطير. ولكن بدا خصو يشاور الجميع. عندي مشروع باغي نجيبو، حنا حتى معارضين غالنا سيدي عندنا هذا المشروع وحنا نريحو عليه، واش تشوفوا نتوما واش تقترحوا واش تقولوا؟ يعني هذا والنقطه ديال اورباكور جابت، احنا ما عندنا حتى فكره عليها، جابت في الوقت التالي. يعني حتى باش يديروا لافتات يعلقوا كيما هو داير لافتات دابا، راك تشوف الشارع والمدينه كاع عامة باللافتات، ها سامع المديح، ها هادي، يعني لافتات كبيره. حتى هذا مشروع كبير تبارك الله، كانوا يديروا في لافته ما عنده فاش يخسروا، حتى المواطن يشوف، حتى اللي عنده شي اقتراح يقدمه، يقدموا غير اقتراحات، ماش نغيروا اقتراحات نقدموهم للجنه، اللجنه غادي تداسهم، الا شفتهم صالحين غادي ديرهم، ما شفتهم صالحين ما ديرهمش. حنا جابوا لنا حتى الاخير لا علم لنا بهذا المشروع، عندنا عليه العلم، ولكن هذه المدكه ديال المناقشه ما لا ديك لنا فيها، لا علم لنا عنها. يعني هذا الشيء كيطيح عند التساؤلات، واش السيد الرئيس باغي الناس يخدموا معاه؟ واش ما باغيش يخدموا معاه؟ هذا هو اللي كاين. يعني يكون كان الرئيس باغي الناس يخدموا معاه، يكون هو مشى تقرب المعارضه، هو يتقرب لها، ماشي خصو لا خصنا. اخر يعني في نظرك شنو هو المخرج دابا؟ شنو هو الحل من هاد يعني من اجل مصلحه المدينه ومن اجل يعني انتم ان المواطنين صوتوا عليكم من اجل المصلحه ديال المدينه، من اجل مصلحه المواطنين كمعارضه ولا كاغلبيه، يعني الجميع الهدف دياله هو شنو؟ هو خدمة المدينة، هو خدمة المواطن. نعم. يعني في نظركم يعني أشنا هو يعني المخرج من هذا المأزق اللي وقع فيه المكتب؟ الحقيقة أنا قلتها في الأول، المخرج بيد الرئيس، لأن المعارضة أنا قلت لك باقية بلاصتها، ملي انطلقت بدات يديها طوافو للرئيس في الدورة ديال يوليوز 2009، مدينة يدنا من بعدها مدينة يدنا، ولكن ما كاين والو. دابا الرئيس هو اللي خصو يتحرك، هو اللي خصو يجمع، ما يمكنش غادي نجمع، واش غادي نجمع؟ إلا نجمع يلاه ديالي. الرئيس
هو اللي كرئيس البلديه يكون في كل شيء، يجمع الاخوان ديال العداله ديال الحركه ديال الاصاله وطبيعه الحال الاستقلاليين، يجمع ويشوف حل، واخا ما يجمعش الكل ولكن يجمع رؤساء او 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 من يمثلهم، يجمع ويجلسوا يديروا جلسه ويشوفوا الحل هذا المخرج. يعني ما يمكنش غير يتقال حل غير هكا، خص امور تمشى بالقواعد ديالها، وحنا اللي كنطالبوا هو تطبيق القانون. حنا ما عندنا صوت لا في هذا لا في هذا، تطبيق القانون. وثانيا الرئيس ما خصوش ينفذ القرارات الرسم، خص يشارك الجميع الا بغى الامور تكون تسهل، ولا بغى تصعب هذه ياخذ قرار اللي بغى دبر راسو. اخر كلمه سي مصطفى، نتمنوا جمع الشمل ديال المجلس، ونتمنوا نتمشاو لصالح هذه المدينه. ويعني كنشوف ان كاين اطور وكاين ناس اللي متقفه وواعيه، وهذا لا ما خصناش نمشيو لواحد الطريق اللي شينا، وخاصه في الدورات حنا كاع اخوه وكاع منتخبون، ونخليو انتخابات مورانا، دابا نخدموا المدينه. ونتمنى للجميع عيد مبارك سعيد وشكرا.